شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار ووزير التموين علي المصلحي توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي واتحاد الشركات الروسية لتأسيس شركة مشتركة لتصنيع آلات ومعدات لمجمعات المطاحن والصوامع والأعلاف. كما أوضح العصار أن شركات الإنتاج الحربي ستقوم بتحديث الصوامع ومصانع الأعلاف ومعامل لتصنيع الحبوب القائمة بموجب الاتفاقيتين وبناء الجديد منها بمعدات وآليات مصنعة محليا والاستفادة من التكنولوجيات الروسية الحديثة، وذلك لصالح وزارة التموين.